السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، رجعت لكم مع امتحانين خفاف وصراع كده مع بعض. يلا بينا نحلهم مع بعض عشان نستفيد ونقدر نتعامل مع امتحانات منهج كونكت. أنا مستر حمدي الحارس. قبل ما نبدأ يا ريت تسمعونا الصلاة على النبي ولايك طبعا للفيديو وشير للفيديو كمان وسبسكرايب في القناة. هنا بيقول لي choose the correct answer from A, B or C. يعني هنا بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة من A, B أو C. هنا بيقول لي I play basketball, not I play football in the park. ها and ولا or ولا but. ينفع هنا نقوله أنا بلعب basketball اللي هي كرة السلة وبلعب كرة القدم في الحديقة، أو بلعب كرة القدم في الحديقة ولكن بلعب كرة القدم في الحديقة. يبقى هنا إيه؟ هتبقى and يا جماعة، هتبقى إيه؟ and و بلعب كذا وبلعب كذا، جملتين هنا بنعطف إيه بينهم. طبعا بط ديت لازم يجي قبل منها فاصلة، فما فيش هنا فاصلة. أور دي بتيجي بين حاجتين، خلاص؟ باسكت بول أو إيه أو فوتبول، فمش هتنفع لا دي ولا ديت. يبقى أنا عندي الصحيحة هي and. هنا بيقول لي the roots grow not the soil. roots دي معناها جذور، معناها ايه؟ جذور. بتنمو ايه the soil؟ next to ولا under ولا above؟ ايوه الاجابه طبعا هتبقى كلمه ايه؟ under، تحت. الجذور بتنمو تحت الايه؟ تحت الارض. هنا بيقول لي match to do something again، لكي تعمل شيء مره ثانيه. explain history to tourists ولا is to redo ولا get to school on time. يبقى الإجابة هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى number 2 is to redo. لما بقول كلمة again اضيف قبل الفعل، قبل الفعل اللي هم الار اي، يبقى هنا دي هتاخد number 2. خلاص زي مثلا ايه؟ زي كلمة مثلا ايه؟ read يقرأ، عايز اقولها يعيد قراءة بقول read مرة تانية. خلاص يبقى دي هتاخد نمبر كام؟ نمبر ايه؟ نمبر 2. هنا بيقول لي a bus driver helps you، سائق الاتوبيس بيساعدك ايه؟ explain history to tourists ولا get to school on time. ها ايوه بيساعدنا ان احنا نوصل للمدرسة في الايه؟ في الوقت. هتاخد نمبر 3. a guide's job is to، وظيفة المرشد هي ان احنا ايه؟ explain history to tourists. دي هتبقى نمبر ايه؟ نمبر 1. معايا كده نحل القطعة سوا. هنا جايب لي القطعة بتقول A plant is made of millions of cells، يعني النبات مكون من ملايين الخلايا. The plant cells are very very small، خلايا النباتات صغيرة جدا. خلاص chloroplasts make the plant green. الكلوروبلاستس اللي مقصود بها ايه؟ البلاستيدات الخضراء. تمام الكلوروبلاستس بتجعل النباتات خضراء، الحتة دي مهمة جدا. تمام You can only see them with a microscope. بتشوف الكلوروبلاستس اللي هي البلاستيدات الخضراء بالمايكروسكوب يا جماعه. الحته دي ممكن تيجي فيها نقطه اختيار سؤال يعني. The green plant cells make food for the plant، اللي هي الخلايا الخضراء بتاعت النبات هي اللي بتكون الايه؟ الطعام بتاع النبات. They use sunlight، الخلايا دي بتستخدم ضوء الشمس. Carbon dioxide، ثاني اكسيد الكربون. and water، and ايه؟ and water. تمام الجمله الاولى هنا بيقول لي put right or wrong، صح او خطا. the plant cells are very big، خلايا النبات ضخمه. لا طبعا دي هتبقى false، دي هتبقى خطا، دي هتبقى ايه؟ false او خطا. chloroplasts make the plant green، ها البلاستيدات الخضراء بتخلي النبات اخضر. طبعا دي هتبقى ترو، دي هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى ترو. how do the plant cells make food، ازاي الخلايا النبات بتعمل الطعام؟ اهوت زي هنا يا جماعه، هو بيقول لي هنا the green plant cells make food for the plant، اهي الخلايا الخضراء في النبات هي اللي بتعمل الايه؟ الطعام. ازاي بقى؟ they use sunlight carbon dioxide and water. يبقى الاجابه هنا هتبقى الجزء ده كامل، ده كامل اللي هو السطر ده كامل. يبقى ممكن هنا نكتبه رقم 3 عليها وخلاص بدل ما ايه ما نقعد نكتبها. خلاص او ممكن نقوله زي، نكتبها برضو زي use sunlight ونكمل لحد باقي الايه
الكلام. نكمل لحد باقي الكلام. هنا جايب لي صورتين وبيقول لي اجب على الاسئله. Look and answer. انظر وايه واجب. هنا بيقول لي is a tent made of clothes. هل الخيمه مصنوعه من القماش؟ طبعا مصنوعه من القماش. الاجابه هتبقى yes. التنت دي مفرد تبقى at وناخد كلمه is. yes it is. yes it is دي اجابه مختصره. What's this idiot؟ عايز اقول هي بطيخه. this يبقى هقول this اهو. بناخد من الاخر this خلاص. ثم is. this is a watermelon. this is a water ايه melon. على فكره بتساوي كلمه melon بطيخه برضو. watermelon زي كلمه ايه melon خلاص. ده بالنسبه للايه للاختبار السريع ده. يلا بينا نشوف كمان اختبار مع بعض بحيث ان احنا ايه نسخل المعلومات بتاعتنا ونقدر ايه نتعامل مع الامتحانات. بيقول لي choose the correct answer from A B or C. جاوب طبعا واختار A B او C. electricians لما مهندسي الكهرباء مالهم بقى. نقط electricity to our houses. ها connect ولا belt ولا help. ها يوصل الكهرباء. ايوه اسمها connect. اسمها ايه يا حبايبي؟ connect. يبقى هنا هنقول electricians connect electricity to our houses. هنا بيقول لي نقط are the plumber's tools. ها طبعا دول جمع are. طبعا ما تاخدش this عشان مفرد وزد كمان مفرد. يبقى الاجابه هتبقى these. الإجابة هتبقى إيه يا حبايبي؟ These are the plumber's tools. يعني هذه هي عدة أو أدوات الإيه؟ السباك. بعد كده بيقول لي a houseboat البيت اللي هو مركب is the coldest season of the year. أبرد فصل من فصول السنة. Are fruits فواكه. A small house in water بيت صغير في الماء. أيوه هي a small house in water. Winter is الشتاء ماله يا جماعة؟ ايوه is the coldest season in the year اللي هو طبعا ايه ابرد فصل في الايه في السنه. بعد كده بيقول لي grapes mangoes and bananas العنب والمانجا والموز. دول ايه يا جماعه؟ تبقى نمبر 2 are fruits. are ايه fruits. يلا نحل القطعه كده مع بعض. هنا بيقول لي we use our respiratory system بنستخدم طبعا الجهاز التنفسي when we breathe لما بنتنفس. We breathe in air through our nose. طبعا بنتنفس عبر الايه الانف خلاص. We breathe in air through our nose. Our diaphragm goes down. الحجاب الحاجز بينزل لتحت. It pulls air into our lungs. لما بينزل لتحت بيدخل الهواء في الايه في الرئتين. In the lungs في الرئتين the oxygen from the air goes into blood. طبعا الاكسجين بيتحول الى الدم. The diaphragm goes up. بعد كده طبعا اللي هي الحجاب الحاجز بيطلع لفوق. It pushes air with carbon dioxide out of our lungs. ده بتدفع الهواء اللي فيه ثاني اكسيد الكربون من ايه؟ من الرئتين. هنا بيقول لي we breathe in air through our ear. بنتنفس من ودنا. طبعا دي هتبقى false. دي هتبقى ايه؟ false. الثانيه when the diaphragm goes up لما الدايفرام اللي يعني goes up بيطلع لفوق. It pushes air with it pushes air with carbon dioxide out of our lungs. بيطلع طبعا الهواء اللي فيه ثاني اكسيد الكربون. دي اجابه صحيحه. يبقى هنا علامه ايه صح. What happens when the diaphragm goes down. ايه اللي بيحصل لما الحجاب الحاجز بينزل لتحت اهو يا جماعه. بيقول ايه our diaphragm goes down. هنا بقى ايه اللي بيحصل بقى. It pulls air into our lungs. خلاص يبقى هنا هنقوله it pulls air into our lungs. خلاص بتدفع الهواء طبعا في الايه في الرئتين. خلاص ممكن تكمل بقى وتقول the oxygen from the air goes into our blood. بس هي كده اجابه صحيحه. بعد كده جايب لي صورتين يا حبايبي. الصوره الاولى هنا جايب لي صوره طبعا جهاز الايه التنفسي. بيقول how many lungs do we have in our body. عندنا كام رئه في الايه في الجهاز في جسمنا. يبقى هنا هنقول يا جماعه we تحول الى ايه. تفضل ممكن نقول we عادي. We have عندنا كام بقى كام رئه. يبقى two lungs. we have two ايه يا حبايبي. we have two lungs in our body. in our body عندنا طبعا ايه رئتين في جسمنا. طيب جايب لي هنا يا جماعه اهيت اوضه نوم اهيت. ادي السرير وادي الدولاب وادي المرايه. where is the bed.
أين السرير؟ عايز أقول هو بالقرب من الشباك. أقولها إزاي؟ ها هو اللي هو السرير غير عاقل. يبقى هنا هنقوله at. هنا هنقوله إيه يا حبايبي؟ هنقوله at. يبقى at بالقرب من near the window. near ده إيه يا حبايبي؟ near the window. ثواني. near the window. الورقة بتتحرك. near the window. ده كده إجابة الإيه الاختبار اللي معانا ده. أتمنى إنكم تكونوا طبعًا استفدتم منه. وإن شاء الله بإذن الله تقفلوا المادة، والمادة بسيطة إن شاء الله معاكم. يعني هي الخطة بتاعة المنهج الجديد هي اللي عاملة معانا كده. إن شاء الله كل حاجة تبقى كويسة. أتمنى لكم إن شاء الله الخير جميعًا. كان معكم مستر حمدي الحارس. قبل ما نختم، لايك، شير، سبسكرايب، وما تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.